سلام، مش حوالكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا هانيين ومتهنين وتكونوا بصحتكم. من فيديو اليوم راح تعجبوا معايا ايامات اني قدمت لكم، يعني قدمت النهار هذا نورمال ما هو اخر نهار في الايامات هذوما، بس حضرته هو الاول قاعد فيه لا غوسيت هذيا باش كي تحوسوا عليها تلقاوها على الاول. لا غوسيت هذيا كروستات الروتولاتا بالنوتيلا، تقدروا تخدموها في الروبو ولا تخدموها بيديكم. لي زانغغيديون راهم عداو، كي ديرها في الروبو راح تجيكم سهله خلاص، راح تكون طريه. فرشوها في فوق البابي كويسون، عاونوا روحكم بالفرينه كي تشدوها من الروبو وكي تخدموها بيديكم. الزبده لازم تكون طريه. انا كتبت لكم كل في الاول تاع الفيديو، بعد ما حليتوها كيما هكا تحلوها كيما تاعي بعد رقيقه، تدهنوا لها من فوق النوتيلا وتلفوها على الجهتين، تلفوا على الجهه هذه تروليوها كيما البسكويت رولي، ومن بعد ترجعوا كيف كيف على الجهه الاخرى وتروليوها كيف كيف. يعني نورمالمون الفيديو راه يوضح كلش، صدقوني الوصفه هذه راهي بنينه تشبه الكروكون تاعنا احنا، بصح تجي خفيفه عليه بزاف خاطر حوايج تاع الزبده تعرفوهم يجيو بنان. انا قفلت كيما هكا جوانب باش ما تخرجش النوتيلا، هي يعني ما تخرجش، راهي مش كميه كبيره. نحطو فوق البلاطو اللي يدخل الفرن، ندهنو بدهنه خفيفه تاع الحليب، ومن الفوق زينوا باش تحبوا نتوما. انا درتو باللي زامون دي فيلي وكعبات تاع السكر هذاك لخشين، تقدروا تخليوها كيما هكا دردروا عليها من الفوق غير شويه تاع سكر برك عادي. وفرات الفرن راهو سخون على 180 درجه، شعلته من الفوق ومن تحت وحطيتها الطيب. هنايا بعد ما وجدت وطابت راني شاركتها ديجا بعد في الفيسبوك وفي الانستغرام وفي التيك توك، لكن ما كنتش مابوني وروحوا ابوني وتما ندير يعني الفيديوهات ندير قبل ما نحطهم في اليوتيوب. شوفوا من الداخل كيفاش جات، الله يبارك، صدقوني وصفه بنينه وطريه. وكيما شفتوا ما تاخذش وقت بزاف، تحطوا كلش في الروبو وتحطوا كي تعودوا تحطوها في الروبو، ديروا الزبده تكون بارده كلش تخلط مع بعضها، ومن بعد تروحوا تخدموها وتروليوها تحطوها في الفور. وحبيت نقول لكم حاجه، كي تعود سخونه ما تقيسوهاش حتى تبرد، باه تقصوها. هنا صبحت على الكويسة الكابوتشينو بالكروستاتا هذيك، واش نقولكم بنا وحدها بنا عظيمه. في نهار اليوم ما كانش عندي يعني خدمه بزاف في الدار، الماكله درت كفته بيضاء وخبزت شويه تاع كسره. ما كانش اللي ما يعرفش يدير الكفته، انا درتها نورمال كيما نديروا الكفته، طيبت لاصوص تاعي عادي، درت اون صوص بلونش نورمال بشويه تاع اللحم، والكفته عادي كيف كيف، درت لها شويه تاع فرينه باش كي نحمرها في شويه تاع زيت ونحطوها في لاصوص راح تجيكم خاطره لاصوص على الكيف. ودرت معاها كعبات تجريوات هنايا بعد ما تحمروا مليح في المقله، كيما شفتوني درت لهم غير شويه تاع زيت حطيتهم يطيبوا، وقبل ما نطفي عليها باش تلبي لي مليح زدت حطيت لها وحده فرماج تاع لي ساندويتش، حطيت الكسره في البيتخان كتر خيرها يرحم والديها، نحات عليا هم كبير، عجنتها لي حطيت الكسره تخمر ورحت درت دوره خفيفه في الدار. وبعد ما درت الدوره الخفيفه الكسره كانت خمرت كيما شفتوا، ما درتش بزاف، درت خبزات صغيرين برك وطيبتهم، وجاو الله يبارك يهبلوا جات كيما الكاطو. انا على الاخر ديما نعجنها بشويه تاع زبده، لاستيس هذه تاع يوم العزيزه، عم بالكم الكسره تجي كيما الكاطو. هاي المرقه تاعي بعد ما طابت رشه المعدنوس
والعصرة القارص لازم يكونوا فيها. كي سقيت كيما هكا باش نصور طول روحت تغديت يعني، ما نكذبش عليك من ديما ما نستناهمش خاطر ما يجيوش بكري، وانا كي شفت كيما هكا الماكله تشهيت نقولكم شهيتكم في الجنه وما تاكلوا بالصحه ان شاء الله. وهذا تاني نهار من نهارات بديته لكم في العشيه، كانت عندي قضيه برا خرجت درت بكم دوره دوك تشوفوا وش شريت، وكي نرجعوا للدار نحكي لكم وش شريت. وبعد ما روحت جبت معايا هاد الشمعات شريتهم، وشريت واحد لاوس هذه هي تحطي فيها من داخل الكوات تاعك، وشريت انا واحد سيرفيس هما مدايرينو تاع تاي انا حنديرو صراحه راح نديرو تاع حليب عجبني ابيض دوك نعتهولكم، وشريت الطابله هذه تاعنا ها هو سيرفيس من هي سامبل فيها 4 صحفات ومعاهم 4 صحون تحم صغيرين برك. هذا واش شريت ولا بلون تاع لافوند دي انا نموت عليها، ومع التعب تاع الجري هذا كامل تاع نهار كامل في الليل رحت درت فيها واحده تيزانه ورحت تفرجت الفيلم تاع ذا جود نيرس اسمه كيما هكا فيلم يهبل ننصحكم انكم تتفرجوه، وبهكا نقول لكم الفيديو تاعي راهو قرب يفض ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم. الى عجبكم كيما العاده ما تنساوش ديروا لي لايك وابوني في لاشين بيوصلكم كل جديد. انا نقول لكم تهلاو في روحكم وبزاف بزاف في صحتكم، ونتلاقاو ان شاء الله ديما في ساعات الخير. انا نقول لكم قال خير تشاو تشاو. ياتي وقت نصبح فيه اكثر هدوءا واستسلاما، نميل للصمت رغم آلاف الأحاديث الممكنة، نتفادى كل فرصة للجدال، نتغاضى كثيرا ونتجاهل كثيرا، ولا نأبه بآراء الكثيرين، لسنا عاجزين أو ضعاف الحجة، إنما هو شعور نكتسبه عاما بعد عام.